وسط أجواء من الفرح والسرور أقيم في كنيسة القديس جورج الشهيد اللاتين إربد قداس احتفالي تم خلاله منح سري المناولة والتثبيت لعدد من الأطفال من أبناء الرعية. المزيد في رسالة مندوبتنا في الشمال نيفين حداد. ما بين اختيار يسوع أو حياة العالم، نختار يسوع ونقول نعم لعيش الأسرار داخل الكنيسة. هذا ما أكد عليه ضبطة البطريرك بيير باتيستا بيتسابالا بطريرك القدس للاتين في عظة القداس الذي ترأسه في كنيسة القديس جورج الشهيد في إربد خلال الاحتفال بمنح سري المناولة والتثبيت لمجموعة من أبناء الرعية في المحافظة. شارك في الاحتفال كاهن الرعية قدس الآب فراس عريضة والآب ديفيد ميلي أمين سر البطريركية اللاتينية بمساعدة الشدايقة والشماس عبدالله دبابنه إضافة لخدام الهيكل، وذلك وسط حضور حاشد من أهالي الأطفال المتناولين وأقربائهم وجموع غفيرة من المؤمنين. هذه اللحظة التي يتحد بها الطفل مع الرب يسوع بجسده ودمه، ترافقها مسحة الميرون التي هي دعوة للروح القدس ليسكن في جسدي وقلبي وعقلي كل طفل نال السر. فالأسرار السبعة المقدسة التي هي أعمال ومنح إلهية ننال بها نعما غير منظورة. شمل القداس منح الأطفال سري المناولة والتثبيت وسط أصوات شجية من كورال الرعية. وبعد الانتهاء من القداس توجه ضبطة البطريرك بيتسابالا لافتتاح مركز القديس جورج الشهيد للشباب. رافقه في الافتتاح قدس الآب فراس عريضة وممثلون عن الكاريتاس وعدد من أبناء الرعية، حيث يهتم المركز لتفعيل وتنشيط الشباب على مختلف الأنشطة الرعوية إضافة لتطوير وتعزيز المهارات الشبابية في منطقة الشمال كافة. وفي نهاية الاحتفال تم التقاط الصور التذكارية مع ضبطة البطريرك وتوزيع الهدايا على الأطفال المحتفلين وسط أجواء تغمرها الفرح والسرور. سر الإفخارستية للمرة الأولى، تخلق علاقة شخصية بين طفل ويسوع المسيح. هذه العلاقة تلمس قلوبهم ليفهموا وجود ربي أكثر وأكثر. من داخل كنيسة القديس جورج الشهيد اللاتين إربد، نيفين حداد، في قناة نورسات.